السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا مزيانين بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. المهم هذا الفيديو غادي نكمل على الفيديو اللي اعتنيت به بالنفس ديالي في الفيديو الاخر، زعما اعتنيت به براسي، تخليت فراسي فيه. وغادي نكمل معكم هذا، حتى هذا الفيديو غادي يكون واحد الحاجه اللي ضروريه نكونوا كنديروها احنا كنساء. وهذا الفيديو غادي يكون من العنوان غادي تعرفوه العنايه الشخصيه بالمناطق الحساسه. غادي نحاول نعطيكم شي نصائح، شي حوايج انا كنديرهم، وحتى نتوما ان شاء الله الا كانت عندكم شي حاجه اللي الطريقه ديالكم كي كتعتنيوا بالمناطق الحساسه، حتى نتوما خليوها لي في لي كومونتير، نستافدوا من بعضياتنا. حنا هنا باش نستافدوا من بعضياتنا، انت تعطيني معلومه وانا نعطيك معلومه وهي غاده. المهم بالنسبه للمناطق الحساسه، اول حاجه اللي كنحتاجوا لها واللي ضروري خصها تكون عندنا هي سميتو الجيل انتيم. الجيل انتيم خص ضروري يكون عندنا، واخا يكون عندنا البنات عاوتاني ما نكثروش في الاستعمال ديالو، لحقاش حنايا ربي عطينا واحد سميتو الحاجه طبيعيه ان داك المكان كينظف راسو براسو. ويلا كثرنا من لي جيل انتيم فاحنا كنقتلوا ديك البكتيريا النافعه كامله، وهكا باش كيبقاو يجيونا كتجينا الحكه، كيجيونا الالتهابات وداكشي. راه شي مره كتكون غير بكثرت هذاك الاستعمال تاع سميتو الجيل انتيم اللي كنستعملوا. المهم حاولوا ديروه كاع كل 5 ايام انكم تغسلوا به، ما تكثروش منه. بالنسبه للجيل انتيم اللي كنستعمل انا راه غادي نشارك معكم حتى سميه من الجيل انتيم اللي كنستعمل، حيت انا كل مره كنستعمل واحد كيتسلى لي واحد وما كنمشيش عليه، كنبدل واحد اخر. غير هما ما كناخذش كاع نتاع اللي فيهم الريحه ولا شي حاجه، كناخذ لي جيل انتيم اللي طبيعيين، ومنهم نعطيكم هو ارخص واحد، وحتى هو كنستعملوه شي مرات. هو هذا بيتاديل الاحمر البنات، بيتاديل الاحمر واعر. انا غادي هو الواحد اللي غادي نشارك معكم السميه ديالو، لحقاش هو اللي كندور تتنشبع وكتنولي نرجع لهذاك الجيل انتيم، وهو زوين وخفيف، خفيف على لي جيل انتيم الاخرين. هو تقدري نقولوا كل يومين تغسلي به ماشي مشكل. وواحد الحاجه اخرى اللي تقدروا ديروها من غير جيل انتيم، شي حاجه اللي طبيعيه البنات، هي انكم تاخذوا الصابونه نتاع الحجره ولا نتاع الطوس، تا هي البنات مزيانه بزاف تديريها تغسلي بها في بلاصه لي جيل انتيم. ما تخلطوش البنات، ديروا حاجه وحده. المهم هادو هما اللي نقدر نشارك معكم. اما لي جيل انتيم الاخرين فانا البنات كما قلت لكم كل مره كنجرب حاجه. وكاين واحد الحاجه اخرى اللي طبيعيه واللي كانوا كيديروها الجداد نتاعنا، هي الاعشاب كالخزامه، روزميري، المهم كي بحال هاد الاعشاب تيصلحوا بزاف انك ديريهم. هنايا عندي واحد الكميه نتاع الازير اللي غادي نقبضها، غادي تكون منقيه ما تكونش موسخه، كديروها في كاسرونه ولا زلافه اللي كان، وكتزيدوا عليها الماء طايب. هو من الاحسن ماشي تديروها في البوطه وتخليوها تغلى، من الاحسن ديروها بهذه الطريقه اللي قلت لكم، كتكبوا عليه الماء طايب، كتغطيو عليه، كتخليوه واحد شويه وكتصفيوه باش توضاو به. تقدروا ديروا هذا الازير كي تقدروا ديروا الخزامه، نفس المفعول كيعطيو بجوجهم، كيطهروا ديك المنطقه، وحتى ولو كان ضربك البرد راه ما كيعاونوا. كما شفتوا معايا غادي نصفيه، وضروري فاش تبغي توضي به يكون دافي شويه، ما توضيش فيه توضيش به بارد. غادي ندوزو دابا البنات بالنسبه لهذا الطريقه ديال تبييض ديك المنطقه. حنا كنعرفوا ان تقريبا العيالات كاملين عندهم نفس المشكل، ان هذيك البلاصه كتكون شويه اللون ديالها مغلوق على مناطق اخرى. هذه حاجه طبيعيه البنات، فاش كنكونوا صغار راه كيكون عندنا سميتو ما كيكونش عندنا هذا المشكل تاع
ديال داك اللون كيكون مغلوق في ديك البلاصه. ولكن فاش كنبقاو نكبروا سميتو الهرمونات كيلعبوا دور، حتى ديك البلاصه كتكون نقيه، كتولي كيطلع فيها هكا الشعر هكا. فاش كنحيدوه حتى هذا عامل من العوامل اللي كيخلي ديك المنطقه يتبدل اللون ديالها. وواحد العامل اخر هي ان في ديك الوقيته اللي حنايا راكم عارفين احنا كاملين كيكون عندنا واحد الوقت في الشهر كتكون علينا الدورة الشهرية، وكنضطروا نستعملوا شيفوات وداك الشيء. وهنا غادي ننصحكم انكم دائما تستعملوا فوات اللي تكون قطنية، ما يكونش فيها البلاستيك من الفوق، لحقاش هذاك البلاستيك حتى هو كيعاون ان ديك المنطقة تولي سمراء، حيت البلاستيك كيكون قاصح على ديك البلاصة، وكيسد البلاستيك. كنعرفوا ان ما كيخليش المنطقه تنفس بخاطرها، كيسد كيغلق على ديك البلاصه، وحتى هي سبب من الاسباب اللي كتخلينا ديك السموريه. من الاحسن تاخذوا فوات اللي تكون قطنيه من الفوق، تكون قطنيه، ما تكونش نتاع ميكا، وتحاولوا انكم كل ساعتين تبدلوها، كل ساعتين ما تخليوهاش اكثر. شحال ما خليتوها فاش كتبقى تحك معاكم هذاك الفوط، كتبقى تقدام وكتبقى تحك معاكم، وهذاك الاحتكاك كيعطي حمورية في الاول، ولكن من بعد كيولي مغلوق، كيعطي داك اللون الاسود. عليها كنقول لكم دائما بقاو تقلبوا على فوط اللي تكون قطنية، وكل ساعتين بدلوها، ضروري كل ساعتين بدلو. نتوضاو الوقيته نتاع الدوره الشهريه راه ما كنتوضاوش بليجيل انتيم ولا صابون، كنستعملوا غير الماء فقط، ونشفوا مزيان، وكل ساعتين نبدلوا الفوات صحيه. ضروري تنشاف ديك البلايص، ضروري خصهم تنشاف، ما تبقى فيهم حتى قطره الماء، لان حتى الماء حتى هو كيعاون على ان دوك البلايص كيديروا الريحه، وكيعطيو داك اللون اللي خايب، واكثريه كيديروا واحد الريحه اللي خايبه. ضروري تنشاف، اي وحده كتعاني في ديك البلايص من الريحه الكريهه ضروري تنشاف. شي حاجات، ما خصناش نناقشوا فيها، ضروري تنشاف. وبالنسبه للتنشاف ف كاين هذا بابي تواليت، ولكن البنات حتى هو من الحوايج اللي كيدير حساسيه لدوك البلايص. احسن حاجه هي ديري واحد الفوط نتاعك خاصين تخليهم غير كتنشفي بهم، ضروري يكونوا عندك الفوطات اللي تنشفي بهم، وضروري هاد الفوطات خصهم التعقيم، ما يطولوش معاك، في التواليت، ضروري كل مره تبدليهم وتغسليهم. ديري لهم بيكربونات ولا الخل باش تعقميهم في الصبان ديالهم. هادو حوايج اللي ضروري داروا. دابا غادي ندوزو باش نوجدو القماش اللي غادي نديروه، والطريقه باش تحيدي الشعر من ديك البلاصه، وشنو خاصك ديري باش ديك البلاصه تبقى لك نقيه ودائما تبقى بيضة. غادي ندوزو للقماش اللي انا كندير، واللي قماش طبيعي وزوين في نفس الوقت، كيقومي لك ديك البلاصه وكيرطبها لك. والترطيب راه حاجه من الحوايج اللي كتخلي ديك البلاصه تفتح تبيض. غادي نحتاجو فيه الدانون المسوس، وغادي نحتاج فيه القهوه. هادو هما جوج حوايج اللي غادي نحتاجهم. قماش اللي ما تخافيش منه كاع، لحقاش هادوك البلايص ما ديرو لهمش اي حاجه، ماشي اي قماش واي ماسك كيدار لدوك البلايص. الحاجه اللي كتبان اللي قاصحه ما ديروهاش، لحقاش هذيك المنطقه راه عندها واحد الجلده اللي حتى هي حساسه بزاف. على داكشي سيروا غير الحوايج اللي نتوما عارفين هما غاديش ياديوكم، كي بحال القهوه ودانون فهما مزيانين. وهذا هو القماش نتاعي اللي كندير انا شخصيا. غادي ندوز نشارك معكم
طريقه باش كنحيد الشعر من الجسم ديالي. انا كنحتاج البنات الزيت، انا ما كنحيدش بالصابون وانما كنحيد بالزيت. هنا عندي الزيت نتاع جونسون، هذا ما كيخطانيش اكثر، يا هذا الخضر فيه واحد الريحه اللي زوينه. كتقبطوا الماكينه باش كتحيدوا، وكتمشيو على حسب، ما كتمشيوش على العكس نتاع الزغبه، عمركم ولا تمشيو على العكس نتاع الزغبه. فاش كديروا ديك الطريقه نتاع العكس نتاع الزغبه، راه كينوضوا دوك الحبيبات، ولكن بهذه الطريقه كتمشي على حساب الطول نتاع الشعر وانت كتهبطي كتبعيه. هكا ما كينوضلكش حتى داك الحبوب اللي كينوض من مور ما كتحيدي الزغب، ما كينوضش من موراها ضروري. من بعد ما كنا نكمل نحيد الزغب، كندوز كنطبق داك القماش، هذا ضروري من مور ما تحيدوا الزغب عاد ديروا القماش. كديروا القماش كتبقاو ديروه راكم عارفين بطريقه دائريه واحد الفتره، كتبقاو كتقوميو كتقوميو، ومن موراها راكم كتغسلوا بماء عادي وكتنشفوا البلاصه، ضروري تنشف كما كنقول لكم، تنشف راه شي حاجه ضروريه. والبنات هاد الطريقه غير جربوها وغادي ضروري غادي تعجبكم، حيت كتخلي واحد الملمس اللي رطب وكتعطيك الترطيب لديك البلاصه. ومع المداومه راه غادي تبقى تولي لك ديك البلاصه اللون ديالها الطبيعي مع المداومه البنات، ماشي ديروها مره وتقولوا، ولكن من النهار الاول راكم كتشوفوا واحد النتيجه اللي زوينه. صافي كنغسلوا من مور هاد القماش، غير كتغسلوا ما كديروش الصابون، وكتنشفوا مزيان وكترطبوا باي حاجه عندكم زعما مولفين كترطبوا بها كترطبوا. ولكن انا النصيحه ديالي هي انها تكون شي حاجه اللي طبيعيه وشي زيت هكا اللي يكون طبيعي وما يكونش فيه الريحه. ضروري دوك البلايص ما كنرطبوهمش بشي حاجه اللي كما كانت، وزائد واحد الحاجه الريحه لا، لديك البلايص الريحه عمركم ما ديروها. ومن الحوايج الضروريين اللي خصنا نردو لهم البال دائما هي فاش كنمشيو نشريو الحوايج الملابس الداخليه. البنات الملابس الداخليه خص ضروري تكون قطنيه، بقاو تردوا البال لهذه النقطه، لان حتى هي عامل من العوامل اللي كتخلي ديك البلاصه تولي سمراء. لحقاش افضل انواع التواب واكثر لديك المنطقه هما الملابس الداخليه القطنيه. ضروري بقاو تاكدوا ان الملابس الداخليه ديالكم قطنيه، هكا غادي تهناو من لحقاش الاثواب الاخرين كيكونوا قاصحين على ديك البلاصه، كيبقاو يتحكوا مع اللحم وكيعطيونا، حيت هما قاصحين كيعطيونا داك الاول حاجه كيعطيونا اللون احمر، ومن بعد هذاك اللون الاحمر فهو كيولي لون مغلوق في ديك البلاصه، وكيعاون على ان ديك البلاصه تولي المنطقه نتاعها داكنه على البلايص الاخرين. وبالنسبه لشي حاجه اللي ضروريه حتى هي ان ديك البلاصه خصها ترطيب، ضروري خصها ترطيب. ونوريكم انا باش كنرطب، راه دوزتو معكم في سميتو فاش كنت كنوريكم طريقه باش تحيدوا الزغب. هو هذا البنات شي حاجه اللي طبيعيه، هذا الزيت نتاع الورد، الزيت نتاع الورد طبيعي، وهو حتى كيعطيك حتى التعطير. وكما قلت لكم من الاول هو ان اي حاجه غادي ندهنها لدوك البلايص فانا كندهنها غير الجلده الخارجيه، وكنبعد شويه كندهنو غير ما بين الفخاد هكا، غير البلاصه الخارجيه فقط، ما كندهنوش كاع المناطق الداخليه كاع باي كريم كما كان ولا اي زيت واخا طبيعي ما ندهنوش به، كندهنوا البلايص الخارجيين. وهذا راه احسن حاجه ممكن انكم تدهنوا بها دوك المناطق، حتى الريحه ديالو زوينه، الريحه نتاع الورد يعني كيعطيك التعطير وكيعطيك الترطيب في نفس الوقت. بالنسبه للبنات لهذا النصائح اللي عطيتكم كامله، او الحوايج ماشي نقولوا نصائح، الحوايج اللي انا كنديرهم ما تطبقوهمش وانتوما عندكم حكه ولا افرازات ماشي هما هادوك، هادي الا كان عندكم هاد المشكل راه هاد الفيديو ما غادي يفيدكم بحتى حاجه. لحقاش هاد الفيديو هو عنايه
الايام العاديه اللي خصها الدار دائما، ماشي حتى توقع لي شي مشكل عاد نمشي نديرو. حسيتي براسك عندك حكه ولا عندك افرازات ماشي هما، ما تبعيش الفيديوهات وتشوفي الوصفات، سيري للطبيب ضروري، خصك تمشي للطبيب هو اللي غادي يعرف المشكل اللي عندك ويعطيك الدواء المناسب للمشكل اللي عندك. هاد كي بحال هاد الشيء اللي انا شاركته معكم، هو فاش كتكون ما عندك حتى مشكل. والمهم هاد الشيء حاجه طبيعيه اللي خصهم يكونوا كيداروا دائما، ماشي حتى توقع لنا شي مشكل. فاش كيوقع شي مشكل ماشي هو هذاك، فضروري يمشيو عند الطبيب، ما نمشيوش اليوتيوب ولا نشوفوا الوصفات ولا شي حاجه. شي مره راه غير كنزيدوا الطين بله كما كيقولوا. العنايه نتاع دائما راها باينه، ولكن فاش كيكون عندنا شي مشكل ضروري من الطبيب. هادشي اللي نقدر نقول لكم، هذا هو الفيديو ديالي، شاركت معكم الحوايج اللي انا كنطبقهم على راسي. كنتمنى يفيدكم كما قلت لكم في الاول تاع الفيديو. الا كان عندكم شي طريقه نتوما ممكن تخليوها لي في التعليقات، ضروري نهزوها نجربوها ونشاركوها حتى هي مع البنات اللي كيتبعونا. وصافي هذا الشيء اللي غادي نقدر نقول لكم. هذا هو الفيديو اللي كنت باغي نشاركه معكم. غادي نقول لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو الجاي ان شاء الله يقدر يكون روتين 100% غادي يكون روتين. واخا البنات، واخا هاد الفيديوهات اللي كندير هادو ما كنلقاش كاع تفاعل عليهم، ولكن ماشي مشكل، غادي نديرهم وغادي ندير داكشي اللي كيرضيني انا، اللي ما غاديش نبقى غير نجي ونخربقي باش نجيب المشاهدات ولا شي حاجه. هي راه اسهل حاجه نمشي لما نعرف شنو ونجيب شي مواضيع اللي ما يكونوش كينفعوكم ولكن يكونوا كيجلبوا المشاهدات. ولكن انا غادي دائما غادي نبقى هكا، داكشي اللي كيرضيني انا هو اللي غادي نشاركو معكم. على داكشي شاركت معكم حتى هذا الفيديو، كنتمنى تستافدوا منه. وصافي بلا ما نطول عليكم قوت بلا 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 بلا، حتى الفيديو جاي ان شاء الله. تهلاو في راسكم، باي باي عليكم.